بقى هي مشيت درت شكاية عن النيابة العامة، عند وكيل الملك، عند حقوق الإنسان، عند وزير الصحة، والو ما جاوبونيش. داكشي باقي هو مشيت كنقلب على الدوسي في المحكمة، ما بقاش فيها الدوسي، ما عرفتش فين غنمشي أنا. هاد البلاد ما عرفتش فين غنمشي أنا. كنطلب غير القاضيين. دازت 4 أيام عاد عطاوني واحد ميت، وملي شفناه ماشي هو اللي ملي شفت في الأول يعني نبدلو، ولا انا بغيت غير القاضيين. كنطلب غير القاضيين، والدوسي ديالي ما بقاش في المحكمه، كنقلب في المحكمه ما فيهاش الدوسي ديالي. عطاوني والو، انا كنمشي عندهم ما كاينش اللي يهضر معايا، هما مسوقينش ليا. ديت المرات ولد قالوا لي ديتها الغد ليه وردها، وملي رديتها الغد ليه واحد السيده كنعرفها تما مولده كتهضر معايا حتى ل4 الليل، حتى ل4 الصباح ما بقاش. طفات داك التليفون ملي وقع داك الشيء، ملي مشى الدري طفات داك التليفون ديالها، وباقي عندي المرته كنصوني عليها ما خداماش. شافتو قالوا لي راه مخنوق ندوي نعتقوه، من تما ما شافتوش. شافتو هي وغوت، وحتى من بعد عاد قالوا لي راه مات. ملي كنمشي عندهم انا كيقولوا لي مبروك عليك راه ولدها، جيب لي حوايجها. ومن بعد كيقولوا لي راه قالوا لي مات، ما قالوش لي انا. ملي قالتها لي هي كنمشي لبلاصه الموتى ما كاينش تما. هذا الشيء 4 أيام عاد جابوا لي واحد قالوا لي راه مات، وملي شفناه ماشي هو هذاك. ما عطاوش ليا. باقي دابا عام، دابا باقي. علاش بغاوش يعطيوه؟ ما عرفش علاش ما بغاوش يعطيوه لي. والشكايات اللي درتها ما كيجاوبونيش عليها، لا حقوق الانسان، لا وكيل الملك، لا النيابه العامه، حتى واحد ما جاوبني. الو كنمشي لتما ما كيبغيوش، كاع السيكريتي ما كيخليونيش. يعني علاش ما بغاوش يعطيوك الجواب؟ ما عرفتش علاش. هادشي اللي ما بغاوش. انت شكيتي؟ انا شكيت بدل. شكيت بدل. وملي ولدت المرا قالت لي واحد الكاوريه كانت جالسه قدامها ما لابساش الطابليه، يعني ما لابساش بحال هذوك اللي خدامين تما. صافي ملي ولدت غبرات هذيك السيده، داو الدري صافي مشى. حتى الاخرى ما بقاتش. كتهضر معاهم بالفرنسي مع هذوك المولدات. انا كنطلب غير لاديين. والدوسي ديالي علاش ما بقاش في المحكمه؟ كنمشي كنقلب عليه ما كاينش في المحكمه ابتدائيه في الرباط. والزوجه ديالك كيبقى بحال والحمد لله كيبقى شحال حتى ما كتبغيش كاع تجبد هذا الموضوع. مريضه درت محامي اللي هضرت معاهم ما كيبغيوش، كيقول لي واخا كدوز واحد السيمانه كيعيط عليا كيقول لي اسمح لي، ما كيبغيش يشد ليا الموضوع. شنو غادي دير؟ ما عرفتش فين غنمشي انا. مازال هاد البلاد ما عرفتش فين غنمشي انا. عام دابا دازت، ما عرفتش فين غنمشي مازال. كتمشي للسويطره؟ كان ماشي السيكوريتي ما كيخليونيش ندخل. علاش؟ ما عرفتش علاش. كيعرفوني وليت معروف تما عندهم، ما كيبغيوش يخليوني ندخل. فين غنمشي انا؟ كنطلب غير القاضيين، المحكمه تعطيني القاضيين. هادشي اللي كنطلب باش نتاكد هذاك اللي الجوتي اللي كاينه تما واش ولدي ولا ماشي ولدي. واش ولدي فين مدفون؟ لا ما قالوا لي والو. ما قالوا لك والو؟ السكريتي ما كيبغيوش يخليوني ندخل. لا دابا انت ما عرفتش ابنك فين مدفون؟ ما عرفتوش واش هو اللي ميت اصلا ولا باقي حي. ما عرفتوش. لا ما عرف والو. انا كنطلب غير الاغيين، والدوسي ديالي في المحكمه ما كاينش. الشكايه ديال وكيل الملك دور. الشكايه ديال النيابه العامه. الشكايه ديال حقوق الانسان. الشكايه ديال وزير الكورنا السويسي. هذا ما كان. انا كنطلب غير القاضيين فيما ماشي الدوسي ديالي ما كاينش في المحكمه، كنقلب ما كاينش. وزير الصحه درت الشكايه ما كاينش اللي جاوبني. فين غنلقاه هذا؟ ما كان. كنطلب غير القاضيين. كنعرفهم وعندي التليفونات ديالهم وكل شيء. وملي مشى ملي صيفطوني العرفان عند البوليس قالوا لي داك الشيء عادي، و حتى يدخلوا هذوك راه خارجين كونجي ونسد عليهم.
كنت اتصلوا بهم ما كيجاوبونيش. هذا باغي يلا دينا.